تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية على الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. هل تتسبب جمهورية الجبل الأسود في حرب عالمية ثالثة؟ جمهورية الجبل الأسود ما كانش كتير يسمعوا عنها، جمهورية صغيرة في منطقة البلقان. كان في دولة اسمها يوغوسلافيا اللي كان زعيمها جوزيف تيتو صديق الرئيس عبد الناصر، واللي كان لهم دور كبير جدا في حركة عدم الانحياز. يوغوسلافيا اتفككت، بقت مجموعة دول، بقت صربيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا اللي كانت في كأس العالم، كوسوفو، وكذلك الجبل الأسود. كل دي كانت أجزاء من جمهورية يوغوسلافيا. الجبل الأسود لما انهار الاتحاد اليوغوسلافي عملوا اتحاد مع صربيا، ثم استقلوا 2006 واشتغلوا كويس جدا على نفسهم ان هم يبقوا افضل، فانضموا للنيتو 2017، وبيشتغلوا ان هم ينضموا للاتحاد الاوروبي 2025. عندهم رئيس ليه خبره اقتصاديه كبيره جدا من كبار خبراء الاقتصاد في منطقه البلقان، وهو اللي هو ديوكانوفيتش. ديوكانوفيتش بيشتغل على ان هو يدخل الاتحاد الاوروبي بعد ما نجح في دخول حلف النيتو. لغايه دلوقتي الدنيا لطيفه جدا. جمهوريه صغيره عدد سكانها اقل من عدد سكان مدينه المنصوره في محافظه الدقهليه. عدد السكان اقل من 1,000,000 نسمه، 700,000 نسمه تقريبا. والمساحه 13,000 كيلومتر مربع، الا ان موقع هذه الجمهوريه موقع جميل جدا. تطل على البحر الأدرياتيكي، وقدامها مباشرة يعني ادي الساحل قدامها على طول، لو حد عام الناحية التانية هيلاقي السواحل الإيطالية. على الخريطة بشكل تقريبي عشان نعرف أين جمهورية الجبل الأسود. الجبل الأسود هنلاقي إن في منطقة البلقان، هنلاقي هنا الجبل الأسود، دي الجمهورية. ده هنا البحر الأدرياتيكي. المسافة هنا بقى قدامهم إيطاليا، يعني شوف بتطل على طول وبالهم الناحية التانية البحر الأدرياتيكي إيطاليا. بنلاقي هنا في الجبل الأسود المسافة دي بقى، ده الكورنيش، يعني ده الشاطئ الشهير جدا للجبل الأسود، لأن حاليا في سياحة كبيرة جدا في الجبل الأسود. المسافة دي 200 كيلو، يبقى 200 كيلو اللي هو طول هذه الشواطئ لجمهورية الجبل الأسود. علشان كده في سياحة كبيرة جدا موجودة طوال هذا المكان، وفي منتجع سياحي كبير هو أشهر منتجع سياحي في جمهورية الجبل الأسود، ملك عائلة ساويرس المصرية. هنا بنلاقي البوسنة والهرسك شمالا كده، بنلاقي صربيا في هذا الاتجاه. يبقى اذا دي جمهوريه الجبل الاسود على بحر ادرياتيكي، قدامهم ايطاليا. ال 200 كيلو دول هم طبعا اللي عاملين جو جميل جدا للسياح، باضافه ان المناطق الجبليه والمناطق اللي هي الزراعيه كلها جميله جدا في هذا البلد الصغير. الا انه الجبل الاسود بدا يعاني مشاكل امنيه. في خط الكوكايين بيجي من امريكا الجنوبيه، يحاولوا ينزلوا الجبل الأسود من هناك إلى البلقان ثم إلى أوروبا. عصابات الجريمة المنظمة اللي هي المافيا بقت موجودة بقوة. محطة ديتش فيلا بتقول إنه ده ممكن يعرقل دخول جمهورية الجبل الأسود في الاتحاد الأوروبي. لابد إن هم يقضوا على المافيا اللي كل شوية تلاقي خناقات في شوارع عاصمة الجبل الأسود نتيجة صراع العصابات بتصنيع المخدرات اللي موجودة في البلاد في السنوات الأخيرة. الرئيس هناك بيحاول إن هو يقضي على هذا الأمر وينجح كما نجح في الاستقلال ثم في دخول الناتو، إن هو يدخل الاتحاد الأوروبي. يبقى بقى موضوع ترامب. إيه اللي خلى الرئيس ترامب يتكلم عن جمهورية الجبل الأسود؟ يقول إن الجمهورية ديت ممكن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. محدش فاهم. هو الموضوع إنه في مذيع بيكلم في حوار مع الرئيس ترامب، فبيقول له احنا ليه بندفع كتير من اجل اعضاء الناتو، واخر دوله انضمت دوله الجبل الاسود رقم 29 في الناتو،
احنا ليه ندفع لهؤلاء؟ وبعدين قال له انا ليه ابني يروح يحارب من اجل جمهوريه الجبل الاسود اذا تم الاعتداء عليها؟ انا داخل ايه وداخل عائله ايه بالموضوع؟ فرئيس ترامب قال له عندك حق، انا فكر في الكلام ده من زمان. وبعدين فجاه جه صايد في جمهوريه الجبل الاسود وجه قايل ان فيها سكان او شعب الجبل الاسود شعب عدواني، لكن اذا هو استمر في كده هنيئا له الحرب العالميه الثالثه. الكل دلوقتي مش فاهم ماذا قال رئيس ترامب. ليه هذا الشعب عدواني؟ ده هو كله قد كده 600 700 ألف نسمه. وقت حرب البوسنه كانوا في لاجئين من البوسنه بيروحوا الجبل الاسود، ومن كرواتيا يروحوا الجبل الاسود. حتى لما الرئيس ترامب زق رئيس وزراء البلاد اثناء قمه النيتو قال عادي جدا، ما هو رئيس امريكا لازم يكون موجود في المقدمه، يعني بلد مسالم جدا. ليه وصف الشعب اللي هو صغير جدا في بلد صغير جدا ان شعب عدواني؟ طيب عدواني ايه بقى؟ ان هم لو عملوا حاجه هنيئا لهم الحرب العالميه الثالثه، رغم ان الناس دول انضموا للنيتو بقوا حلفاء لامريكا والرئيس ترامب، ورغم ان روسيا معترضه وروسيا قالت هنرد، والخارجيه الروسيه قالت كما في قوانين علم الفيزياء لكل فعل رد فعل، وانضمام الجبل الاسود للنيتو لا يؤدي الى رد فعل. لم يفهم احد لماذا قال الرئيس ترامب هذا الكلام، لكن العالم كله اعاد نشر ما قاله الرئيس ترامب ان جمهوريه الجبل الاسود فيها شعب عدواني، واذا تجاوزوا هنيئا لهم الحرب العالمية الثالثة. وظيفة جديدة للطائرات بدون طيار، ميكانيكي أقمار صناعية. الطائرات بدون طيار كل يوم بنشهد جديد لها، بيتوازى مع التقدم مش بس في علوم الطيران وإنما أيضا في علوم الفضاء. حضراتكم عارفين إن في الأقمار الصناعية اللي هو أول قمر صناعي سنة 57، القمر الصناعي السوفيتي سبوتنيك. منذ ذلك الحين لغاية دلوقتي أكثر من 4000 قمر صناعي موجودين في مدار حول الأرض. أكثر من 4000 قمر صناعي موجودين في مدار حول الأرض. السرعة بتاعتهم سرعة كبيرة جدا لهذه الأقمار، 30,000 كيلو في الساعة. فسرعة شديدة جدا وأقمار صناعية كتير جدا. إيه اللي بيحصل؟ إن أحيانا قمر يتعطل، يبقى دي قمر عنده عطل ضمن 4000 قمر موجودين في الفضاء، أو إنه يتم فقدان الاتصال به، أو إنه يتم نفاذ الوقود، أو إنه ينحرف عن مساره. يعني أسباب كتيرة تؤدي إلى إن هذا القمر يتعطل ويتحطم ويبقى مخلفات فضائية. هذه المخلفات اللي هي ملايين القطع مخيفة جدا، لأنها ممكن تصطدم بأي قمر صناعي فتدمر القمر الصناعي اللي هو كان ماشي في حاله ووضعه التكنولوجي كويس، لكن يصطدم بحطام أي قمر صناعي فينتهي هو الآخر. العلماء بيقولوا إن كل سنة في 4 أقمار صناعية بتبوظ نتيجة ذلك. يتم تحطيم أو تعطيل 4 أقمار صناعية كل سنة نتيجة ان هي في حوادث فضائية بتخبط في بقايا اقمار او مركبات فضاء موجودة في مدار حول الارض. لو استمرت هذه الظاهرة، هذه المخلفات الفضائية، واصطدمت بهذه الاقمار الصناعية الكتيرة جدا اللي هم 4000 وكل يوم بيزيدوا، ده معناه ان ممكن خلال سنوات او عقود كل الاقمار الصناعية ممكن تتدمر نتيجة حوادث الفضاء، ان كله هيخبط في كله بعد فيما بعد. عشان كده العلماء بيفكروا باستمرار ازاي ممكن يلموا هذا الحطام الفضائي ما يؤديش الى كارثه. في اجتهادين في هذا الاطار، اجتهاد في امريكا، اجتهاد في بريطانيا. الاجتهاد اللي في امريكا وكاله ناسا عملت مقبره، هي مقبره مكونات فضائيه او حطام الفضاء او المخلفات الفضائيه. المقبره دي في مكان بعيد جدا جدا في جنوب المحيط الهادي، أكثر من 2500 كيلو من أي مكان فيه إنسان، علشان أي خطر على حياة البشر. وهذه المقبرة كل ما يقدروا يلتقطوا أجزاء من الفضاء من مركبات سفن فضاء محطمة أقمار صناعية
ياخدوا هذه المخلفات الفضائيه ويروحوا لهذه المقبره اللي في جنوب المحيط الهادي يدفنوا فيها هذه النفايات. الاجتهاد الثاني وهو جديد، في 2018 الانجليز في شركه بريطانيه هتستخدم الدرون اللي هي الطائرات بدون طيار في ان هي تطلع تبقى ميكانيكي اقمار صناعيه، تطلع هي تصلح القمر الصناعي. يعني في كسر فهذه الطيارات بدون طيار تروح لوحدها تعمل لحام لهذا الكسر، في عطب تروح تصلح هذا العطب. اما ان القمر ده تضعه على مداره السليم لو كان انحرف على المدار، او انه يشتغل لو كان تعطل، او انه تخرجه على مداره تماما لو كان هيبوظ الدنيا وهيرتبك الحركه، ترتبك الحركه نتيجه حوادث فضائيه جديده. اذا لاول مره في شركه في بريطانيا 2018 بتتكلم ان هي بتجهز ان طائرات بدون طيار تطلع الى مدار الارض وتشوف الاقمار الصناعيه اللي متعطله وتصلح هذه الاقمار الصناعيه. وده معناه ان هذه الحوادث الفضائيه هيبقى تاثيرها اقل خطرا في المستقبل. والامر الثاني ان في كتير جدا اقمار معطله اتكلفت ملايين الدولارات هيتم اعادتها الى العمل من جديد. والامر الثالث انه باستمرار يمكن اعاده عمل هذه الاقمار والتواصل معها من جديد، وبالتالي المكونات العلميه او الرصيد العلمي اللي موجود على هذه الاقمار اللي ممكن يكون اختفى او انتهى بتحطمها ممكن يكون في امكانيه للوصول الى هذه المعلومات. اذا اجتهادين، اجتهاد في امريكا وكاله ناسا، مقبره مكونات اقمار صناعيه وسفن فضاء. الاجتهاد البريطاني ان لا تروح طائرات بدون طيار تصلح الاقمار الصناعيه فوق في المدار وترجع تاني بعد ما تنجز عمليه الاصلاح في المدار حول الارض. نقطه اخيره في هذا السياق، حضراتكم لو بتقروا في هذا الموضوع هتلاقوا ضمن العلوم الزائفه اللي مش صحيحه، هتلاقوا الناس بتقول مفيش حاجه اسمها اقمار صناعيه، وان في خدعه الاقمار الصناعيه وخرافه الاقمار الصناعيه، وان كل ده كلام وهمي، مفيش حاجه اسمها قمر صناعي ولا قمر صناعي بيدور حول الارض ولا في حاجه اسمها نايل سات ولا في حاجه اسمها، كل هذا الكلام هتلاقوه موجود على شبكه الانترنت وعلى موقع يوتيوب. كتير جدا من ده هو من قبل العلوم الزائفه، ده كلام غير علمي وكلام غير حقيقي. مهما بدا ان هو علمي، مهما بدا ان هو حقيقي، هو جزء من العلوم الزائفه لا اساس له علميا. في اقمار صناعيه لها اغراض متعدده ما بين عسكريه ومدنيه، اكثر من 4000 قمر يدور حول الارض، في اعطال حقيقيه، في اجتهادات ذات حضراتكم ان ممكن طائره بدون طيار تصل الى هناك وتستطيع اصلاح الاقمار التي اصابها عطب. هذا الشرح في فيديوهين، الفيديو الاولاني من بي بي سي بنشوف فيه محاولات اصلاح او التفكير في اصلاح الاقمار الصناعيه عبر الطائرات بدون طيار. الله الجيش، حافظ الله مصر.